أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم السيد مجدي شريك في شريم بارتي. حابين نرحب فيك بداية طبعا أستاذ مجدي، اليوم معنا نورتنا نورت البرنامج. طبعا أولا أنا برحب بحضرتك وبرحب بكل المشاهدين الكرام، وسعيد جدا باختياركم شريم بارتي كأحد المشاريع اللي إن شاء الله ربنا يكلل مجهودنا فيها بالنجاح والاستمرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكمان نتوسع في دول أخرى ونعلن عنها قريبا إن شاء الله رب العالمين. أهلا وسهلا فيك، حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين أكثر عن السيد مجدي وعن أيضا شريم بارتي. طبعا في البداية يعني أنا قبل ما أعرف بنفسي، فأنا أحابب أن أنا أعرف حضرتك وأعرف السادة المشاهدين بأن في شخص كنت أتمنى يكون موجود معنا اليوم، لكن لظروف العمل وارتباطه ببزنس تريب خارج الدولة إن شاء الله قريبا راح يكون موجود معنا، هو السيد وليد المصباحي الشيرمان وصاحب الشركة الأساسي والمستثمر الأساسي لشريم بارتي ومجموعة البراندات التي تعمل تحت شريم بارتي كشركة تشتغل في مجال الأغذية والمشروبات. ثم يعني من دعاء سروري كمان أعرفكم بنفسي، أنا مجدي رمضان، طبعا الفايس بريزيدنت أو نائب مدير عام الشركة تحت إدارة السيد وليد المصباحي، وأحد الشركاء اللي ساهموا في الفاونديشن أو تأسيس شركة شريم بارتي كشركة من شركات الأغذية والمشروبات. شريم بارتي هو عبارة عن انترناشنال ايديا بتقدم السي فود ان ديفرنت واي، بطريقه مختلفه. احنا لما قررنا ان احنا نعمل شريم بارتي كشركه كان الهدف بتاعنا ان احنا نخرج الناس بره مود ان هم يروحوا مطعم سي فود عادي او مطعم مأكولات بحريه عادي لمجرد ان هم هياكلوا وبعد كده بياخدوا يعني انطباع. لا، احنا حبينا نبني انطباع يكون مليء بالسعادة من خلال التواجد في شريم بارتي، وده السبب الرئيسي في تسمية البراند بشريم بارتي. ممتاز، حابين أيضا نتعرف أكثر عن أشهر الأطباق والمأكولات، أنواع المأكولات طبعا اللي بتقدموها. طبعا شريم بارتي لو احنا يعني جينا نبص له من الناحية العملية، هو عبارة عن مطعم سيفود بيقدم فول كورس أو بيقدم وجبة كاملة، لكن هي متخصصة يعني بصورة مباشرة في تقديم السي فود. كان عندنا الفرصة ان احنا نضيف اطباق اخرى، لكن احنا كان هدفنا ان احنا ننجح شريم بارتي كايديا او كفكرة بتشتغل بس على نوع معين من انواع السي فود، وتخصصنا في ما يعرف بالسي فود باكتس اللي هي هنا متعارف عليها بسطول البحرية. بنقدم فيها طبعا انواع مختلفة من الفريش سي فود، طبعا زي اللوبستر وزي الكراب وزي الماسلز والشريم. وهنا كانت الفرصة ان احنا نقدم الكيجن سي فود كيتشن اللي هو الامريكان ستايل كونسبت اصلا المتعارف عليه في لوزيانا، لكن نقدمه بطريقة تكون قريبة الى حد ما من تطلعات معظم الاذواق. وطبعا حضرتك تقدر تشوف وتتابع ان شريم بارتي رواده مش من فئة معينة أو من طبقة معينة أو حتى من جنسية معينة، هو لاقى قبول ما شاء الله في خلال العام ونصف المنقضين من الكثير من الثقافات ومن الجنسيات. وأنا أكون سعيد جدا يعني أنا لما بشوف في الوقت الواحد أكثر من جنسية وأكثر من ثقافة، وطبعا كل الناس مرحب بيهم وسعداء جدا بوجودكم معنا. طبعا أستاذ مجدي، موجودين نحن في دولة الإمارات في إمارة دبي بالتحديد، في ظل المنافسة الموجودة في سوق دولة الإمارات بجميع مجالات العمل، خلينا نركز طبعا على المجال اللي احنا متواجدين فيه اليوم وهو المأكولات البحرية. لازم يكون عندك شيء من التميز، شو اللي بيميزك اليوم؟ طبعا لو جينا نتكلم عن شريم بارتي وايه اللي بيميز شريم بارتي، طبعا شريم بارتي بتميز بمجموعة من العوامل اللي كانت ساعدتنا فعلا ان احنا ناخد بوزيشن كويس في الماركت. اولها وهو تنوع قائمة الطعام اللي احنا بنقدمها، تمام؟ والتنوع ده كان من خلال وجود السطول البحريه او اللي هي السي فود باكيتس، وكمان عملنا ميكس ما بين الثقافات المختلفه
لما استحضرنا في فكرة الطواجن سيفود من بعض الأطباق التي وجدت في التراث اليمني، وبدأنا نعمل خليط ما بين الإيطاليان سوسز أو صوصات الإيطاليان والسيفود الفريش اللي جاي طبعا معظمه إما لوكالي هنا من دولة الإمارات أو من بعض الدول المحيطة. تمام. وطبعا لمعلومات حضرتك إحنا بنستقطب ديلي فريش سيفود، أو إحنا موردينا بيجيبوا لنا السيفود خاصة الروبيان والكراب إن ديلي بيزيس بيكون عندنا من المورد إلينا على طول أو من البحر إلينا على طول. ممتاز. تمام. حابين أيضا نتعرف على الرؤية والهدف اللي راسمينه في السنوات اللي جاية إن شاء الله في شان بارت. إن شاء الله. طبعا لما بدات الشركه وبدا اصحاب الشركه يفكروا في مشروع شريم بارتي، ما كانش الهدف بالنسبه لنا هو ان احنا ناسس مطعم. وعلشان كده لما اسسنا شريم بارتي او لما تم تاسيس شريم بارتي برؤيه اصحابه، تم تاسيسها على اساس ان هي تكون نواه لشركه اغذيه ومشروبات تنتشر في دوله الامارات اولا، ثم تنطلق من دوله الامارات الى دول اخرى في منطقه الخليج والشرق الاوسط، حتى ان احنا الحمد لله لقينا قبول من يعني قاعدة عريضة من المستثمرين في دول أخرى، سواء كانوا في الإمارات هنا موجودين أو حتى في بعض الدول العربية ودول الخليج خاصة. وكمان جلنا عروض للفرانشايز في أوروبا من أكثر من دولة، وإن شاء الله بإذن الله قريبا هنكون عندنا القدرة إن إحنا نعلن عنها بمنتهى الشفافية. وفي الوقت الحالي إحنا في إطار تجهيز شريم بارتي إنه يخرج من دبي إلى العالمية إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. غير إن الشركة لما لاقت يعني هذا القبول، وكنا على استطاعة إن إحنا يعني نأسس مشروعنا بنجاح، كمان عملنا على استقطاب بعض البراندات العالمية، وإن شاء الله بإذن الله طبعا أولهم هو مطعمنا شيفس براند انترناشنال، جاي لقى قبول كبير جدا في الدولة المنتشر بها، وإن شاء الله بإذن الله في خلال ماكسيمم شهرين من الحين هيتم افتتاح أول فرع من فروعه. وكمان هو موجود يعني على طول بجوار شريم بارتي. كمان عندنا الحين في براند بيشتغل فيه فاست فود اسمه فرايز باسكيتو، موجود في رأس الخيمة وقريبا في دبي، بالإضافة إلى أن الشيرمان الحين في مناقشة أنه يستقطب واحد من البراندات الكافي الانترناشنال جدا معروفة، وإن شاء الله يعني مش عايزين نحرق المفاجأة، وإن شاء الله بإذن الله قريبا نعلن عنها إن شاء الله. طبعا الله يطرح لكم البركة يا رب ويوفقكم إن شاء الله، ومن الله نجاح يسر. إلى نجاح إلى تميز. الله يخليك. طبعا موجودين في دولة الإمارات، دولة الأمن والأمان. طبعاً. كيف ممكن الأمن والأمان يساعد على استقطاب المستثمرين؟ كيف ممكن يساعد أيضاً على استقرار السوق اللي إحنا موجودين فيه؟ طبعاً لما يعني هذا الكلام أنا أقوله من صميم قلبي، يعني أنا طبعاً موجود في الإمارات في خلال الثلاث سنوات بس الأخيرة، لكن يعني شعرت إن أنا قضيت أجمل ثلاث سنوات في عمري الوظيفي أو العملي، وده بصراحة لأن إحنا لقينا هنا من التسهيلات ومن التعاون ومن الود وقبول الآخر اللي يخلينا كلنا كمستثمرين أو كناس أصحاب خبرات في المجال إن إحنا لا نتوسع ونتوسع وبقوة وننطلق، وإحنا يعني عندنا قلوب مطمئنة لأن إحنا موجودين في دولة ما شاء الله الله يديم على أهلها وحكمها الأمن والأمان. الإنسان هنا يقدر يشتغل بأريحية ويطلع كل قدراته وطاقاته. أكيد. ما في تخوف من أي شيء، لأن إذا وجدت الفكرة وكانت أمورك كلها تسير في إطار النظام المعمول به في الدولة، فأنت لك المطلق الحرية أنك تجعل أحلامك حتى عنان السماء. أكيد. طبعا في نهاية الحلقة حابين نتشكرك على ظهورك معنا اليوم. أنا اللي أشكرك. وحابين أيضا نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لشريم بارتي. طبعا شريم بارتي هو موجود الحين من خلال كل قنوات التواصل على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان سوشيال ميديا او عن طريق الويب سايت. في الوقت الحالي طبعا احنا قنوات السوشيال ميديا اللي shrimparty.com موجوده، سواء كان على انستغرام او على فيسبوك او على تويتر او حتى على سناب شات، ايفن كمان تيك توك ما شاء الله الحين. وغير ان حضراتكم تقدروا توصلوا برضو اللوكيشن بتاعنا عن طريق انت بس ممكن تعمل سيرش على شريم بارتي بالعربي او بالانجلش، هيطلع لك طبعا اللوكيشن
وكمان في ريفيوهات موجودة عن شريم بارتي تقدروا انكم تشوفوها بعناية. ان شاء الله بإذن الله هنكون سعداء ان احنا نلتقيكم ونلتقي كل متابعينكم هنا بكل ود وحب، ومن قلبنا نتمنى لكم ولنا ولهذه الدولة الطيبة أهلها المزيد من التوفيق والإزدهار. آمين يا رب العالمين. طبعا جميع أرقام التواصل وأيضا الموقع سوف يظهر أسفل الشاشة. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.